اكثر شغله موجوده في امريكا هي شغله البقاله. طب وليش العرب بيضلوا بيشغلوا البقاله؟ ما قلنا لك العرب اختاروا شغله البقاله لانها تتحمل عائلاتهم الكبيره، في المعاش ما بيقدروا يعيشوا، وغير شغل ما بيقدروا يفتحوا. هلا بدوا يغيروا شوي شوي. انا شخصيا ما يعني ما تعرضتش ولا مره يعني، بس بعرف انه في كثير اصحابي اللي راحوا اي محل فيه كاش ريجستر دائما معرض انه تقشيط. Somebody is holding a gun at you and they want the money, give them the money. ما يحز في النفس ان ترى جيلا عربيا جديدا في بلاد المهجر لا يتكلم لغه ابائه واجداده، رغم تنشئته وتربيته تنشئة وتربية عربيتين. لذلك عكفت النوادي العربية على تعريف هذا الجيل بأمته ثقافة وحضارة وتاريخا. هذا الجيل يقرأ أدب أمته بالإنجليزية، خاصة ما كتبه الأدباء العرب في المهجر. أما الموسيقى العربية فتراهم يتلقفونها بشغف بالغ، بل ويشاركون في أداء رقصاتها وفي التمتع بأنغامها. القضية العربية والقضية الفلسطينية وبعدين بعد ما أما على الصعيد السياسي فقد ازداد الوعي ومن ثم الاهتمام بالقضايا العربية والتعاطف معها ولو بشكل بسيط لدى الشعب الأمريكي. إنها بداية مشجعة في بلاد تسيطر عليها الدعاية الصهيونية. ويعود الفضل في التعاطف مع القضايا العربية إلى نشاط العرب الأمريكيين الذين وإن طالت إقامتهم في بلاد المهجر وإن ولد بعضهم فيها، فإن انتماءهم لعروبتهم حفزهم على التعريف بالوطن العربي ووجهة النظر العربية عن طريق تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات الكبرى. وقد أنشأ العرب الأمريكيون العديد من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية. وفي طليعة هذه المنظمات رابطة العرب الأمريكيين التي ينتمي إليها نخبة المثقفين العرب في أمريكا. ومن الجدير بالذكر أن نذكر أن عدد الأساتذة العرب في الجامعات الأمريكية يقدر بأكثر من 3000، هذا بالإضافة إلى المحامين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال العرب. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرابطة تعقد مؤتمرا سنويا في إحدى المدن الأمريكية، وعقد آخر مؤتمر في سان فرانسيسكو. أهداف الرابطة تتلخص في أن تجمع كلمة العرب الأمريكان في أمريكا الشمالية، وأن تدحض جميع الأكاذيب الملفقة ضد الشعب العربي والقضية العربية، خصوصا من الجهات الصهيونية. وهي تريد أن تقدم القضية العربية كقضية إنسانية، قضية شعب له تراثه وله حضارته، وتريد أن تدحض كما قلت جميع الأكاذيب التي لفقتها الدعاية الصهيونية والتي شوهت فيها الاسم العربي والحضارة العربية والتراث العربي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية والسفراء العرب يشاركون في المؤتمرات التي تعقدها النوادي العربية، خاصة السياسية منها. The Palestinians in Lebanon are there not by their own volition.
They are there because they perceived of their being there in temporary forms. Whenever sometimes accumulated Western hypocrisy says, stimulated by the Zionist briefings, these poor Palestinian refugees, why doesn't the Arab rich countries accommodate them? Precisely because the Palestinian people and refugees do not want to become demographic additions in the various countries of their temporary presence in order to accommodate as a finality the nucleus of an Israeli empire and hegemony in the region. ومما يبعث على التفاؤل أن بعض الأمريكيين بدأوا ينددون بمساندة بلادهم لإسرائيل. What can the United States do to stop this damn war? By quit giving them, not selling them, quit giving them $9 million jets with napalms. Why don't we stop that under the Foreign Act that says only planes for defensive purposes and enforce the damn thing? كما يشارك في المؤتمرات السياسية هذه بعض المسؤولين من الحكومة الأمريكية. And I'm here to represent the U.S. government, particularly the Department of State, in thanking the Algerian ambassador for the role of Algeria. That was one reason I'm here. The other is I'm also appearing as a panelist on a discussion in Lebanon this afternoon. هذا وتعكف الدول العربية على تشجيع هذه المؤتمرات التي تعنى بشؤون الوطن العربي عن طريق مشاركة سفرائها ومكاتب الإعلام العربية في أمريكا. الأردن يهتم باستمرار بدعم هذا المؤتمر الذي يمثل الجاليات العربية في الولايات المتحدة وقد شارك باستمرار منذ المؤتمر الأول برسائل ومساعدات ومناسبات ثقافية مختلفة كما شاهدنا اليوم في العرض الذي قدمه الأردن وهو عرض تاريخي حضاري ثقافي يتعلق بتطور الأزياء في العالم العربي ومن ناحية أخرى الأردن والجامعة العربية والدول العربية الأخرى تدعم هذه المؤسسة العربية التي تنقل صوت العرب في الولايات المتحدة أنا أمثل دولة الكويت بهذا المؤتمر ومعي سعادة السفير الشيخ سعود الصباح وأنا الملحق الصحفي بالسفارة احنا ناتي لهذا المؤتمر لكي نتبادل وجهات النظر ونلتقي بالاخوان العرب ونشجعهم على هذا المؤتمر وعلى وندعمهم بكل معنوياتنا واي طرق نقدر ان نساعدهم فيها ولانني احاول دائما ان اساعد قدر الامكان ان اجعل من عاليه جسر للمغتربين العرب في الولايات المتحده ينقلوا عبر هذا الجسر الحضارة العربية إلى الولايات المتحدة وفي كل سنة أقدم نموذج عن الحضارة العربية وعن تاريخ العرب تاريخ الجذور العربية حتى نكون قد تبادلنا مع الغرب الحضارة وبالفعل عالية ما هي إلا مؤسسة تفتح جسور بين العالم العربي والعالم بأجمعه عبر هذه الجسور نتبادل الحضارة والعلم والتجارة والتفاهم والمحبة